السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نقدموا لكم في هذا الفيديو هذا كيفاش تلقاو لو برودوي ديالكم بكل سهوله. اول حاجه غادي تدخلوا للسيت، كتلقاو بزاف ديال لي كاتيجوري، كتختاروا الكاتيجوري ستوك. هذيك الكاتيجوري ستوك كتلقاو فيها لي برودوي كاملين اللي كنجيبوا يعني للستوك واللي كيكونوا ديسپونيبل في المغرب. وحاجه اخرى، غادي تقلبوا على البرودوي اللي خصكم نتوما، يعني مثلا الكاتيجوري اللي خصكم، ومن بعد كيطلعوا لك بزاف ديال لي برودوي. هادوك لي برودوي كاملين كاين اللي فيهم اون ستوك وكاين اللي ماشي اون ستوك. باش تلقاو اللي كاين اون ستوك، غادي تمشيو الجهه ديال الشمال ديالكم، غادي تلقاو واحد الفلتر سميتو اون ستوك، غادي تكروشيو عليه وغادي يطلعوا لكم غير لي برودوي اللي كاين اون ستوك. ودابا غادي نعطيكم اكزومبل ديال واحد الكليو مغا غيتار الكتريك ديال فاندر، وتكون رخيصه في الثمن ديالها وتكون اون ستوك. اول حاجه خصو يدخل الكاتيجوري ستوك في لو سيت، من بعد يمشي الكاتيجوري كورد، من بعد كيدخل لي غيتار الكتريك. هذوك لي غيتار الكتريك ديك الساعه غادي يلقى بزاف ديال لي ريفيرونس، وحنا خصنا لا مارك فاندر. بوسيبل انك تفلتري، غادي تلقى واحد الفلتر بار مارك باش تلقى لا مارك ديال فاندر نيت، من بعد غادي نلقاو لي مارك فاندر. دابا خصنا يكونوا اون ستوك. كيف ما قلت لكم في الاول، غادي تلقاو فلتر اون ستوك، غادي تكروشيو عليه. من بعد بقات لنا اخر حاجه اللي هي بغا لي غيتار لي كولور خاص. بوسيبل انه يلقى تما الفوق في لو سيت، غادي يلقى واحد الفلتر ديال بري بار، تما خصو يدير بري كروسون، وديك الساعات غادي يلقى غير لي غيتار ديال فاندر اللي رخاصين في الثمن واللي كاين اون ستوك. نتمنوا تكونوا يعني استفدتوا من هذه الطريقه هذه وهاد لي كونساي هادو، يعني هاد لي كونساي صراحه كيعاونوا الكليون انه يلقى داكشي سبيسيفيك اللي خصو بكل سهوله. حيت بالنسبه للسيت ديالنا غادي تلقاو بزاف ديال لي برودوي، تقريبا 10000 برودوي وكثر، يعني باش تلقاو داكشي اللي خصكم بكل سهوله وما تضيعوش راسكم، مشيو له ديريكت، تبعوا هادشي اللي قلنا لكم وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.